شعل ضو بالله يا ضو كون تحت الضو حملت الليل خيرا وين مرحبا بك بسام بك اوني تري فيير دو تو ريسيفوار كون متاكد اللي راهو العباد اللي انا بيرسونيلمون عيط لهم راه نحبهم برشا وهذيك اموري الشخصيه حتى العباد اللي جا ما كاين نحبهم كما نحبكش ما نجيكش يفضلك ثانيا بالحق تصير اسمه نعتبر انه العباد اللي ما تنستا فيف ولا نعيط لها تمثل كلكو باغ ان سوكسيس ستوري ولا رحله نجاح معناها اي بارابور بيان سور الكونتكست تونيزيان ولا في الكونتكست اكبر من هكاك معناتها عباد كي اون في ان سيتان باركور اللي نحترموه واللي مناش مكان ينور بلادنا ربي يعزك باهي بسام انا شخصيا نعتبر قصه نجاح معناها وعندي فكره على الباركور بتاعك ومنين بديت معناها منين بديت ومنين وصلت لتوا هالباركور هذا نحب بوغ كومونسي توصفه لي هكا في بعض هكا الجمل بغيرمون ملي بديت للي انت فيه توا والله راهو كل انسان اللي تولد عنده ان شوما عنده ان باركور يلزمو من الولاده نتاعو اللي ذهابه حتى لرحله الخروج من الدنيا هذيا دونك كل واحد عنده ان باركور عنده ان انترفال دون يزمو يتعب اكيد انت الانترفال هذايا البدايات نتاعو مش باش تكون سهله اكيد باللي باش تتولد باش تكون كل شيء هكا ممهد قدامك ولا باش تلقى كل شيء مريقل ولا باش تلقى كل شيء واضح بالطبيعه باش يعرضوك عراقيل يعرضوك صعوبات يعرضوك برشا حاجات هذوما الفحات نتاع الدنيا لكن وقت وين يظهر نجاح شخص من شخص هو مدى تعامله مع العراقيل هذه وكيفاش تعامل معها هل انسحب امامها هل وخر اللاشة قال لا يزيك هاو سايبي دي قال لا يزينه ويقعد يستنى في تذكرة خروجه من هذه الدنيا وهي لا تجاوز يفحشك العرقول هذاك اللي يرضو هكا عرقيلات كل ما يرضو عرقولي ينحيه ويواصل حتى يخرج أمبوتي من الدنيا هذه يعني كل واحد والتماشي بتاعه وكل واحد وخاصة وقناعاته ولا تربيته وهي للأشخاص المحيطين به اللي نجم يعاونوه ويدفعوه وزاد الفرص اللي تتخلق وإلا تتحط في ثنية اللي يعرف كيفاش ياخو بها مش نجم يوصل للشيء اللي يحب عليه بيه انت بسام سبيسيلي كمان انت بدايتك صعيبة تصور انت خلينا فيك انت طبعا كنت جلوبال مو انت نحبك هكا شوية تحكي لي على هذيك الكلمة مستحيل باش نبدا وتعديتها قلت هاي خلينا هذيك البلاصة هذيك اي والله مش هي مرحلة تسخف انا خاطر كنت نذكرهم بالعكس هي حاجة باهية معناها وهذه لهنا وين تجي المقارنة خاطر احنا عندنا مشكل في تونس كونه ديما نقارنوا رواحنا بالعباد هي الحاجة حتى في العالم دايور لازم تقارن روحك فيك انت معناها انت كي باش تعمل مقارنة لازم انا نقارن روحي بسام اون 2010 بسام اون 2015 بسام اون 2020 يعني بسام اون 2010 حال حليلة ماهوش هو بيدو اون 2020 وماهوش ان شاء الله اون 2030 كان قعدنا حيين فهمني كيفاش دونك انا شاك فوا نعمل مقارنه بيني انا وين كنت وين نزلني نكون ونشوف روحي هل طورت ما طورتش هل تقدمت ما تقدمتش لهنا انا نعتبرها تجوز المقارنه وكل البدايات تكون صعبه يعني بدايات انا باش تكون صعبه ليه علاش خاطر مازلت ما تعرفش كل شيء في الدنيا مازلت ما تعرفش الاشخاص الباهين مازلت ما تعرفش من اين تاكل الكتف مازلت ما تعرفش ثنية حتى ولو انت عندك هدف يزم تعرف منين تمشي له مش تتعدى على الاكس بان ولا على جي بي ان ولا يزم فما ثنية باش تتعدى لها دونك في خضم الخوض هذيك تشوفها غاليري معناها باش تتعب تقول انا ما لقيتش شكون يعاوني انا تعبت انا عملوا فيا زاد فما عباد زاد تصارع هي بيدها تحب توصل تنجم في ثنيتها تعبسك تنجم تتعرض انت بيدك اللي تقول علاش عملوا هكاك علاش يعملوا معايا هكا فما حاجتين هنا يا باش تقول علاش وتقعد تعيش فك الدراما التركيه والدراما التونسيه ولا باش تقول هذاك قانون اللعبه جيت في ثنيت وعفاسني نقوم ننفذ حوايجي ونواصل دونك البدايات نرجع نقولوا اللي هي صعبه ديما صعبه خاصه مثلا تمويلات بتلقاش تمويل اذا كان عندك حلم يزمك راس مال مثلا في اي حاجه بتلقاش تمويل لا تلقى عندك التمويل تلقى عندك صحه ووقت
وكهو، لكن لا عندك تمويلات، لا عندك معرفة، لا عندك حتى شيء. هذوما بشوي بشوي تلقاهم في الدنيا، تكتسب المعرفة وتكتسب المادة باش تنجم توصل بشوي بشوي للي حاجتك فيه. كنت عرف لي تعريفك للممثل ولا المؤدي، شنو الخصال اللي كاركتيرستيك اللي نجم يكونوا موجودين عنده بالنسبة ليك؟ بخلي في الموهبة، خلينا في الموهبة. أكثر حاجة تنجم تكون تميز فنان أو ممثل على مواطن عادي هو الإحساس. يعني إذا كان أنت تفتقد لهذا الإحساس وتفتقد، نقوله إحنا كالأوبسيرفاسيون، تفتقد لدقة الملاحظة وقوة الملاحظة، ما تنجمش تكون فنان ولا تنجم تكون ممثل. يعني هو الممثل أبريتو يعمل من انتربريتاسيون الرول، يمشي في بالك اللي أي واحد ينجم يعمل أنا أبار الموهبة، ولكنه ساعات يتطرق له أترافير عن ديتاي اللي أنت تقول والله صحيح، أما أنت ما يجيش البالك، ما يجي البال الفنان اللي يقعد يبحث وعنده دي الملكة والسنسيبيليتي هذي أنه يوصل بشي نجم يلقى راس الفتلة هذي وينجم يخرج لك بالشخصية هذيك ولا الشخصية الفلانية ولا الأداء الفلاني. دونك أنا نعتبر أول خصلة هو الاحساس المرهف، سنسيبيليتي. مش معناه الضعف، سنسيبيليتي حاجه اخرى. دونك سنسيبيليتي يكون سنسيبل للاحساس المرهف، الحس المرهف مش الضعف، الحس المرهف، وقوه الملاحظه والتركيز. نجم اتخافيرسا تعطينا بعض الاسرار والتقنيات اللي نستعملوها باش نخلطوا الكل بالناس ونضحكوهم؟ مش باش نجيب انا حاجه جديده، اكيد من العصر الاغريقي أعطاه الديفينيسيون بتاع الكوميديا اللي هي محاكاة الأراذل من الناس. أنتم كان لاحظتوا حتى في المسلسلات ولا في الأعمال الكوميدية اللي تقدمت ديما تلقاو شخصيات موجودة فيها عيوب بشرية، كما مثلا البخل، السرقة، الكذاب، هذوما عيوب إنسانية وعيوب بشرية نخدموا عليها كما يقولوا باللون من العهد الإغريقي اللي هي محاكاة الأراذل من الناس. دونك انت كي تحاكي هالشخصيات هذيا ولا هل 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 يعني هالحاجات الخايبه في الجانب البشري توصل للضحك، لانه الانسان السوي والانسان البريء والانسان النظيف والانسان الكوريكت ما يضحكش، لانه بالعكس هذيك المثاليه لازم يوصلوا لها اي بشر، ولا يحاول، خاطر من المستحيل يوصل لها، ويحاول اي بشر انه يكون يوصلها، ولا يحاول اي مجتمع انه يوصل للقيمه هذيك. وباش نوصل القيمة هذيك يعني نضحكوا هذا المجتمع على هاك العيوب هذيك كل بوريفيتي انهم معناها ياخذوها كمثال، وإلا في محاولة منا باش ينحيوا هاك العيوب هذيك للوصول إلى المجتمع المثالي والوصول إلى المدينة الفاضلة يوما ما إن شاء الله، علاش لا. دونك هذه هي الديفينيسيون بتاع الإضحاك، وتقنيات الإضحاك تقنيات متعددة وتقنيات كثيرة جدا، من بينها مثلا المثال وليس للحصر اللي هي ريبيتيسيون، التكرار. مثلا انت كي تعمل سيتواسيون بعد مدة تعاود تتكرر نفس الشيء، مثلا واحد ماشي زلق مشى بعدها هي بشوي عاود زلق في نفس الشيء، ولا عاود مشى بشوي بشوي عاود تكب عليه استلم. يعني تكرار الوضعية من شأنه انه يخلق الضحكة. فما زاد كوميديا الموقف، وهي لانتروي دون ليسباس، يعني انك تجيب واحد ما يجيش في مثلا، انك تجيب مثلا علوش داخل السفارة التركية مثلا، حاجه ما تجيش في حاجه، فهمتني؟ هذا اللي يخلق الطرف، يقول العباد ما همش مستانسين به، فهمتني كيفاش؟ جمال في كلينيك مثلا، وإلا يعني هذوما الحاجات. وفما زاد كوميديا اللفظ اللي نقولوا نحن بالدارجه اللي هي النكت، يعني كيفاش تحكيها وتمهدلها بطريقه معينه فيربالمون، وتلعب على الليماجيناسيون بتاع المتلقي، تخيلها يعمل لك وسافيرير وتدغدغ فيه ملكه الضحك، وهاك الملكه بتاع الاحساس بالضحك. بين ضحك بسام اللي تقدمه واللي خبي وراه المساج وبين لا ريسبسيون تاع المتلقي ولا الجمهور، فما ثنيه نجم تتبلبس فيها المعلومه. فما تخطيط استراتيجيه بارابور لك وقت تبعث المساج نتاعك وبين المعرفه المسبقه نتاعك كيفاش يبا ريسيفوار الانفورماسيون ديك، يعني استراتيجيه؟ فما استراتيجيه انت باش هي كروسيت انت باش تجربها باش تعرف مشيت مع الجمهور ولا لا، اللي هي ما يسمى مرحلة البرايف. معناها انت كي تعمل عمل ولا تعمل مسرحية
تاخذ أشهر، أشهر وانت تكتب ولا أشهر وانت تبرف وأشهر وانت تعاود قدام أشخاص مختلفين. سموها احنا أكل جسة، معناها تجيب مجموعة من الأشخاص وتجرب قدامهم، اللي هو كلابوراتوار تجرب، وتجرب مرة واثنين وثلاثة مع أشخاص مختلفين، معناها دونسيم تتسأل، معناها وقتها تفهم اسكو هذا يمشي مع الجمهور الكبير ولا ما يمشيش. دونك هذا هو الجسة. بالنسبة زادة للأعمال تقول أنت مع فاس الببليك، معناها أنت من خلال تقولوا نحن التمبيراتور بتاع الصالة، معناها كي تدخل أنت للتمبيراتور بالتمبيراتور بتاع الصالة يعني السخانة بتاع الجمهور تفهم مش يمشي معاك في الشيء اللي أنت قاعد تحب تقدمه ولا لا. وديما في المسرح خير من التلفز، علاش؟ خاطر المسرح خذاو المجهود، قام من بلاستو مشى قص تسكرة وشاد تصف وشاد بلاستو وراكش وجاي يحبك ويحب يكتشف الشيء اللي تقدم فيه. دونك لهنا هو مهيئ أكثر من شخص قاعد في داره وحده في بيجاما وقدامه كاستي وحسي با لا ميم شوز. دونك الثقة في المسرح يمكن خير من خير 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 من التلفز. دونك هذية مع حكاية التمبيراتور بتاع الصالة كيفاش نجم تتعرف عليه. كذلك زاد انت تاو حكيت على لي ميساج، بتبيع انت في اي عمل باش تحكي فيه على دي ميساج وكل شيء، ولكن فما جانب مهم ننساوه في تونس واللي قاعد نراه اللي هو يبعد في العباد على المسارح، هي الفلسفة الزايدة. يعني انت معناها احنا تو في وقت يعني كل شيء اكسيسيبل، معناها تدخل جوجل انت الحاجك حب تصنع قبلة تصنعها من غدوة، معناها ماهيش إشكالية. لي فالور يومان كل نعرفوهم، معناها القرآن ولا الإسلام ما خلنا حد شيء يعني عبثا. دونك نعرفوا كيفاش نجم تكون مجتمع نظيف ومجتمع راقي، ولكن فما جانب ديما ننساوه وديما نحملوا فيه مسؤولية للفنان اللي هو جانب الترفيهي. يقول لك انت ليش بيك ركزت برشا على الجانب الترفيهي؟ تونسي يعرف كل شيء وما يحبش تكسير الراس وما يحبش فلسفة زايدة. يقول لك شنو باش تقولوا انت؟ تقولوا سرقة حرامة؟ باش تقولوا راهو المجتمع يتبني من خلال انك تقوي في النظام التعليمي؟ يعرفوا اي واحد قاعد في القهوة يعرف. دونك انت باهي كي تعاود تحكي له عليه بطريقة فنية، مي وميم طون ما ننساوش الجانب الترفيهي. تقولش عليها وصمة عار، يقول لك انت فين تعمل في الكوميديا تحكي فيها هذاك تافه. واش تافه؟ معناها انت لهنا قاعد تنقص من جانب معين، خاطر هي هو الفن قائم على حاجتين، معناها التوعية والتثقيف والترفيه. زاد ابريتو علاش تكتب على بعضنا؟ يقول لك ماشي للسينما باش نتفرهد، ماشي للمسرح باش نتفرهد. دونك هما زوز عرس، ما يجيش كان الفلسفة وحاجات غامضة ومن غير حتى ترفيه ومن غير حتى امتاع، دونك ما يفهمكش ويخرج لك في نص المسرحية. ما يزيش زاد كان تفاهة وضحك بدون معنى، خاطر ما عنده حتى معنى، خاطر انسر تماما باش يحس قاعد تتمسخر من عقله، قاعد تتمسخر وتسخر من ذهنه ومن ذكائه، فهو زاد باش يمشي ويخليك. يلزم نوازنه ما بين الترفيه ونوازنه زاد ما بين القيمة المعنوية في أي عمل فن. بل خلينا من الضحك بسام، شو ما اللي سنتيمون الأخرين اللي تحب تخلطهم للمتلقي متاعك أبار أنك تحب تضحكه؟ فمش دي سنتيمون أخرين تحب تبربشهم فيه باش يكونكتي معاك وتوصل المعلومة يخلط للمساج؟ والله هي الأحاسيس ما عندناش برشا أحاسيس احنا كم دي زيت رومان، معناها مش نقصد على أحاسيس حسية نقول احنا يحس بالبرد ولا يحس بالسخانة ولا يحس بالجوع، نقصد في الأحاسيس يا إما سعادة أو حزن. هذوما أكثر زوز دو 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 ليني يحكموا النفسية البشرية. وإلا لو كان أكيد سرتمام منش باش نخليه يشعر بالحزن، نجم ندغدغ فيه ذاكرة معينة أو ذاكرة حزينة، ولكن نعاود نضمدها بحاجة سعيدة، لأنه الحزن مهم يمشي في بالنا احنا نحبه نتخلصوا منه. الحزن نقول لك انا ما نحبش نحزن، ما نحبش نحزن، ليه؟ الحزن مهم لأنه الألم والحزن هو اللي باش يخليك تحس اللي انت عايش، تحس اللي انت موجود، وبعد انت ترضى وبعد تغلفه وتداويه بالسعادة. والسعادة السر ولا السعادة يكذب عليكم أيوة، لا تقول لي لا مخدرات، السر ولا السعادة هو الرضا، انك ترضى بشيء عنك وتكون معناها تحس بالجراتيتود معناها تجاه هذا الكون وهذا الإله، يعني خلنا نحكوا بالعربي ربي سبحانه، فهمتي ولا؟ وقتها تكون أسعد إنسان وأسعد بشر في هذا العالم. بس هم شنو التركيز في المسرح؟ شنو هي الحالة اللي تخلط لها وفيش تحس وانت ترفق الببليك يجيله؟
أكيد بالنسبة للإحساس في المسرح، الإحساس اللي خالجني أنا واحد من الناس، ما نعرفش الفنانين الآخرين كيفاش، ديما الخوف والرهبة، ديما الخوف من الرهبة والرهبة قبل أي عرض ما يعبر عنه بالتراك، معناها واحد يشدوا تراك على الأخر، وخاصة زادة دوما تطلع سورسين وتشوفك الواجه نتاع الجمهور والصيحة نتاع الجمهور، وخاطر هو جايك فما انتظارات معينة يزمك تكون أنت عند حسن انتظار، فهمتني؟ لكن مع أول مصافحة، أول مصافحة مع أول كلمة تقولها، مع أول ضحكة تنبثق من عندهم، تصيرك الكونيكسيون سيبا، عرفتك البلوتوث كونيكتد، بلوتوث كونيكتد سيبا، البلوتوث الكب إيه باش نقولوا باش يخرج على السبيكر ولا باش يقولوا هنا دونك باش تولي الحكاية ريسيبروك وباش يولي فهم برشا جو في السالة. بتحكي لي في ساعة حكاية بعينيك من غير كلام فيها لي دو سونتيمون اللي حكيت عليهم الفرحة وال تحب تحكي لي كي بعينيك في دونك كيلكو سكوند باش نضحك في الأمور هذي سيدي الإحساس شنين شنين نحكي لك؟ دي الكاميرا ها؟ سكو تو فو راكونت موا اون هيستوار حكاية تحب تزيد فيها الخوف تحب تزيد فيها الرهبة تحب مي يفو دير ان تخيك لازمك تحكي حكاية بالعينين بعينيك الكاميرا هاي عندي حكاية ضحك اللي تحب عندي نكتة باش نحكيها بالعينين اختارنا من الأحاسيس شقاوك تحب نعاودو ولا بس انا شفت لمانك تحكي لي بالصوت شكون تحكي كلها كلام زايد تحرجنيش على جمهور تعيشك انا قلت هالحصله اللي جيت انا لهنيت تو مش عارف شنو كاتي لك نقول نكته مش عارف شنو وقعنا في فخ هاني ترجمتها بلطف نرجع شوية تقولي علاقتك بروحانيات شنو؟ عالم غير ملموس أكيد معناها ما واحد مش يخرج من قشرته معناها أنا مواطن تونسي معناها عشت في وعايش معناها في أسرة مسلمة دونك علاقتي الروحانية معناها إنسان مسلم يؤمن بربي يعني وبالرسول وبالملائكة وبكتبه والحمد لله ونحمد في ربي ونشكر على هالنعمة هذية لأنه انه ربي يهديك معناها لدين عظيم كما هكايا يعني نتصورها ربي يحبك معناها انه ربي يحب ديجا واحد من غير ما يسأل يقول ربي شعطاني واني واند فات انك مسلم الحمد لله حست الدنيا والاخره معناها عم يزمك تكون مسلم به معناها من غير ما تضر عباد وتتبع معناها الموجود والمتعارف عليه فهمتني كيفاش دونك انا انسان ياسر نمن بالقضاء والقدر ونمن بالله سبحانه وتعالى ونمن زاد ب يعني خيره وشره ونمن ياسر زاد بكونه الدنيا تدور وكونه كي تاذي شخص ولا اللي تعمله في شخص راه باش تدور وتصير لك يا اليوم في الدنيا ذي ولا يوم اخر دونك هذاك علاش واحد يدير فيه اتونسيون باش يحاول ما انا كان لاحظت معناها لا نضر حد لا نحب نعطي راي في حد لا نحب ندور بصحه حد معناها باش اللي ما نحبوش في روحي ما نحبوش في غيري دونك جليفيت اني نعمله معناها باش نقول من منطلق ديني زاد راهو باش ما نبداوش نتفلسفوا انسانيه خاطر انا ما عادش عندي ثقه في الانسان بحكم الشيء اللي صاير مؤخرا باش تفهموا كل شيء باش نعطيكم علاش ما عادش عندي ثقه في الانسانيه دونك هذا هو انا انسان بروحاني حتى النخاع ومتدين ومسلم واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله ونحمد في ربي ونشكر على هذا العطاء وهذه النعمة بيه بس على ذكر الإنسانية شنو هي مهمتك كإنسان في الدنيا هذه مش قاعد تعمل في الدنيا خليني في الأوبجيكتيف الكبير الوجود والله مهمتي كإنسان ساعة هي معناها المهمة الأساسية اللي جي تحكي معها تقول له أنت كإنسان شنو تحب تعمل؟ يقول لك نحب نعمل برشا حاجات للعالم، نحب نحي برشا مآسي من العالم، نحب نبني المجتمع، ما كل تلك الشعارات الرنانة اللي كسرونا بها روسنا. أن سارتان مومون لين بان بالكاشف في أواخر السنة الفارطة اللي تعدات واللي مازال لي هذا اليوم، ما نعرفش عاد مازال لي هذا اليوم ولا لا، بان لي الكاشف أني الإنسانية عمرها ما ولا العدل عمره ما تحقق وكذب كبير معناها جوست تقديرا هدنه معينه بتاتر لان
ولكن كل ما هو موجود يعاود يزيد يقول لك يعاود يحط اون كيستيون الموجود والانسانيه والمعاملات وكيفاش نتعامل وكيفاش كذا كل شيء كل شيء وهالمنظمات اللي اسسها البشر اللي حقيقتها كذب. دونك هذايا كان يدل على شيء فانه يدل على كل ما بناه البشر فهو واهي وهو باطل وكل ما هو آتي من الله سبحانه وتعالى هو الصحيح. دونك نرجع للانسانيه الصحيحه باش تلقاها في دين الاسلام باذن الله. تفهم مش معناه انسانيه صحيحه كيفاش مثلا باش مو خاطر ديما واحد يزم يعطي مثال باش ما يضرش اللي هو فلو في الحروب الحروب الاسلاميه. شجره مغروسه ما نحيهاش الجيش المسلم، معناها لا يقتل الصغار لا يقتل الكبار لا يقتل الشيوخ لا يقتل حتى ولو رجل وبالغ ماهوش يحمل سلاح، ما عندهمش الحق يقتلوه، معناها ما يقتلوا كان في ساحه معركه. يعني انت كي تلقى هل هناك انسانيه اكثر من هذه؟ لا يقتلوا حيوان لا يقتلوا نبات، هل هناك انسانيه اكثر من هكا؟ مستحيل. دونك هما تصدقوا بها حياتهم الكل ولكن ماهمش يطبقوا فيها. دونك هو موجود في ديننا واحنا نحسوا احنا الوحيدين اللي قاعدين نطبقوا فيه. دونك والله نسيت سؤال، لحظه برك. مهمتك انا اي فاش تعرف الدنيا تو ايه مهمتي ايه انا مهمتي ايه فوالا. دونك انا اعتقد كون المهمه هي انك توصل هلي فالور ايمان ضم للعباد باش يتعاملوا به، واللي هي راهو انا نعتبر كونه الفنان كما الداعيه زاد كما الداعيه قاعد يدعو الناس لهذه المعاني وهذه كذا. كنا احنا زاد كفنانين زاد رانا عندنا اجر زاد لازمنا ندعيو معناها اخطاء وكاللي اكل كل واحنا الخارجين على السطر وكاللي يحكيو في امور معناها مش هذاك الفن الصحيح. فهمني كيفاش يعني هذيك كلها حاجات اخرى. معنى إيجا فسر لك حاجة مثال، أنت عندك حاجة من حاجة، حاجة حلال وحاجة حرام. مثلا أنت العنب حلال ولا اللي خارج منه، مثلا نقول احنا الخمر حرام، دونك هذا خارج من هذا ولكن هذا حلال وطيب وهذا خبيث. مثلا بنتك خارجة من مرتك ولكن مرتك حلال لكن بنتك حرام عليك. فهمني كيفاش يعني هذا من هذا كيف تروا فيه المجال الفني حاجه نوبل انها توصل هالمعاني هذيا، ولكن ساعات يخرج لك حاجه تخاطب الغرائز كليب واحد عريانه واحد درشنو. دونك مش هذاك الفن. فهمني كيفاش؟ دونك الفن كقيمه وكفالور معناها ساميه انه يدعي للانسانيه ويدعي لتنظيم المجتمعات ويدعو لمفاهيم كبيره ومفاهيم طيبه. دونك ماهوش الشيء اللي قاعد يتقدم بطريقه كوميرسيال وخايب. فهمني كيفاش؟ دونك هذا نعتقد كونه بور كونكلور معناها دعاة سلام ودعاة للإنسانين الفنانين كيفهم كما الدعاة اللي في الدين. باهي بسام كيفاش خويا توظف في الموقع نتاعك اون طونك انفلونسور عندك انفلونس تعبر تكر انت عندك قدره انك تاثر على غيرك، كيفاش توظف فيه هذا في حياتك نتاع حياتك اليوميه؟ والله انا راني ما نمنش برشا بمنطق الانفلونسر معناها ليه والله ليه راه ما تنجم تكون عندك 4 ملايين تبعوا فيك ماكش مؤثر بالمعنى بدلت الدنيا بدلت الدنيا مش ما تصيرش ندورش الكوتي الشعبي نتاعك انك اكسيسيبل انك معروف انك اي اكسيسيبل. امانه مثلا كي باش نقول ارمي روحك من فوق جبل الموهود مش باش نقوم العباد ترمي في رواحها فهمت شنو هي، ولكن باش نقول لهم لا اعملوا كذا باش انت تحاول توصل لها معلومه. ما هو والحلال مبين والحرام مبين والحلال مبين والحرام مبين هم يعرفوا كيفاش يعرفوا شنو يختاروا معناها ابريتو معناها ماكش انت باش تلوم عليه ولا انت باش تفرسي يعني رم العباد بتتر فما ينترونش داش نجم تتاثر اللي هي المراهقه اللي مازالت شخصيته ماهيش مهتزه ما مازالت شخصيته بليتو مهتزه ينجم يتبع الشيء هذاك. اما ديما يتبع في حاجات شكليه راه المراهق ديما يتبع هاي لبسة هاي حاجة هاي تكنولوجيا هاي لعبة أو كذا ما مزين ما وصلش لك بشي يتبعك في دي فالور ولا بشي يتبعك في حاجات من نوع هذا. نعتقد اللي أنا مانيش مؤثر معناها هذا فورتو دير اللي أنا ما نصورش روحي نجم نكون
مؤثر. انا نعتبر راني انسان بسيط على الاخر يعني, انا اكتور, جيني سيناريو في شخصيه ندرسها, نحاول نجوبسيرف لا سوسيتي ونحاول نأديها يعني. ابريتورا وعباره هي خدمه, نحاول اني نوصل الميساج. ما نعتقدش لي العباد تدخل في حيط بالباهي ولا بالخايب, ما ني خاطر تبع فيه هكا نعتقد, ما نعرفش. باهي بسام, كان عندك السلطه ولا القدره انك كونكريتمو في الواقع تنجم تبدل قانون ولا تنقه ولا تزيد ولا تنقص, شنو هو كان عندك فرصه باش تهكا تغير حاجه ولا تزيد ولا تنحي, شنو هو باش تعمل؟ هو يلزمنا برشا قوانين, ولكن لان القوانين اي مجتمع باش ينجم يقدم ويعيش بالقدا ويتطور و و و لازم يكون اقتصاد قوي. دونك انا نعتبر كونه اذا كان نوصلوا نعملوا اقتصاد قوي, وقتها الاقتصاد قوي تنجم تخلص بالقدا الامني, مش معاش فما فساد, نجم تخلص بالقدا المربي والمعلم, مليون زادة تحبوا يربي لك ولدك واجيال زادة وتنحي له ليتود, كيفاش مربي ياخذ في شهريه هكا, فهمت يعني؟ كي يبدا الاقتصاد قوي وقتها العباد تتعفف, وقتها العباد ما عادش جيعانه, وقتها العباد تنجم انت ريالمون. دونك انا اذا كان جات عندي السلطه نقوي اقتصاد البلاد ونسهل الاستثمار في تونس. مستثمر مش اجنبي, مستثمر تونسي في بلاده يتعب ياسر باش يعمل مشروع, فما بالك باجانب باش يجي ويستثمر. معناها كي تشوف انت دبي وكي تشوف يا اخي ايش نيه قايمه البنيه ذاك الكل ماهوش نتاع عرب يعني, اشترى تملكوا شركات اجنبيه, ولكن التيريتوار يعني نتاع دبي والبلاصه والارض والحق اللي تحب عليه انت كل, ولكن الاستثمار والبزنس انت كما نجمتش تعملوا جيب خل عباد تخدم. توانسه انا نحكيك على توانسه يحبوا يستثمروا ما نجموش, اخطانا من ان نجيبوا حاجات من الخليج ولا نجيبوا من العالم الكل. توانسه مش حل حماس, تتعب تاخذ رخصه تاع دخان ولا رخ تتعب. توانسه يحبوا يخدموا مي برشا صعوبات, برشا تحل انت سوسيتي. انا درنيير مو حليتك السوسيتي تاع باتيندا بالسوسيتي, حليت الباتيندا اوديو فيزيوال, الاوراق معناها اللي جبتهم ما كانش عندي فكره اللي هم اصلا موجودين في الحياه هذوما, فما اوراق سموهم لي المش سالت طلع عندي منهم الاوراق هذوك وانا ما في باليش اللي هم موجودين. يعني باش تحل باتيندا تخدم نجمك, فهمت؟ انا كجت عندي السلطه قوي الاقتصاد واضح بين بسام. الحاله اللي احنا فيها منا ولا بالظروف الخارجيه والطقس والحس وغيرنا و هي راهي شويه من حنا وشويه مرتبطه بالدين يعني, اما الاكثريه منا نحن. ثم وضعيه جيوسياسية تحكم فيك يعني, فما حروب في العالم مثلا بين روسيا واوكرانيا, وفما حاجات انت تستورد فيهم و و و و دونك باش تصعب عليك حاجات اقتصاديا, وفما حاجات منا نحنا لان نحنا شعب قاعدين معاملين برشا على الاخر في اقتصادنا, في ماكلتنا, في كراهبنا وفي عقليتنا زاد. احنا شعب نبار, وما مثلا واحد عمل كرهبة في تونس تو ما نشجعوهش احنا, نعمل السبل كل باش نتمسخروا عليه, نعمل السبل كل باش نطيحوا له العصا في العجله حتى مورا المورا. مش معناها باش يمشي تسكر له لا, حتى انت وهبط ستاتيو انت السيد هذاك باش يقرا تلمو باش يقرا ستاتيوات خايبه باش يقول لك انا ما عادش نعملوا البروجي هذاك. دونك برشا منا نحن وشويه من الوضع الجيو اقتصادي والسياسي والعالمي الموجود ما بيناتنا. دونك لازمنا احنا نبدلوا من نحن شوي. الغرب ما همش خير منه, الغرب ما همش أذكى منه, ولكن لهنا الفصان في التراتمو في التعامل. مثلا احنا نجم يكون عندنا قريته مرة ستوحلو, هم عندهم واحد ذكي وتسعة أغبياء, لكنهم هم يدزوا وكذ ذكي بشكل. احنا عندنا عشرة ذكيين واحد غبي, احنا نطيشوا وكل عشرة ذكيين تسعة ذكيين ونركزوا كنا معك الغبي ذاك بتلفاسون. انت كتشوف تقول هم خير منا ولا اذكى منا, ماهوش خير منا, ماهوش اذكى منا, ماهوش رجل منا يعني. ربي سبحانه اعطانا نفس الشيء, سوايع بعيدين كذا شويه ديفيرونس في لون العينين, هو عيني زرق بتات شعر واس, اما عندنا نفس المورفولوجي, سوابع ساقين وركايب فهمت, ومعده وقلب طيحة ولا سوق يعني كيف معناه فهمت. لهنا مشكل في القرار, احنا كيفاش يلزمنا نجمو, احنا كيفاش يلزمنا نكون. علينا بسام متفركس عبر تجربتك الإخراجية تعديت عملت مكسبيرونس أنتوك رياليزاتور, فيش تفركس بعديك فيش
أنا والله يسمع هكا هكا بسام المخرج وبسام أنا ساعات شخص واحد أنا شخص واحد الفلسفة بتاع أنتي ونغزر البسام لك هذوك واحد برك اللغة بركة بتاع كتب يقولوا فيه أنا شخص واحد ونتعامل بطريقة بسيطة و سامبل تري سامبل أنا عجبني الإخراج حبيت أجرب إخراج حبيت نعمل فيلم ولا مسلسل كاو تو سامبلومون لأن نلوج وأبحث عن هذا لا أنا كنت قاعد في القهوة وقلت والله نعمل فيلم كاو بكل بساطة لاني نبحث على درشكون ولاني نبحث على بسام الدرشنو لحد وكلهم أنا اشتهيت شهوة حطيتها في عشية دبرت برود مشيت عملت مسلسل السلام عليكم يعني لأكثر يعقل بكل بساطة العالم فهمتني كاو السلام عليكم واضح بسام شكوني مايسترو وعليش على الشخصية ولا على المسرحية؟ المسرحية المايسترو هي مسرحية مسرحية المايسترو المايسترو معناها حسب التعريف حسب القاموس كل شيء هو الشيف دوركستر هو السيد المرحلة هذيك باش توصل لها تكون انت على علم تام بجميع الإيقاعات وجميع الألحان وجميع الآلات الموسيقية وجميع البوست وتعرف فيش تحط الأوركستر باش انت تتحكم فيه مايسترو يعني هي الزبدة بتاع الموسيقيين دونك هي لهنا البارادوكس ديجا من الافيش بتاع المسرحيه المايسترو في الاخر تلقى واحد عربني على اورج مي هذا هو الضحك اترافير هذا كما قلت لك لانترو دون ليسباس جمال في كلينيك ولا هو عربني في في اوركستر ما تجيش دونك السيد فورماسيون نتاعو وقرايته و كونسيرفاتوار والمالوف التونسي والطبوع والقرايه هذيك الكل واليفيا السلطاني واللي تحب عليه دي كل شي لقى روحه هذاك ما عنده ما يعمل بيه بل وشرب ماء دونك باش يعيش بشكل خبز يزم شويه في الزني مرتاح والربوخ وريحه البخور فهمتني ولا وحنن وغلاسيير ماشي وجاي وبافلوات سونو ميكروزف باش نجم ياخذ 300 الف معناها في العرس يعني هذه هي المفارقه ما بين المايسترو ما بين الفورماسيون بتاعك وما بين اللي تعمل فيه ما بين انت باش تمن وانت اش قريت وانت شني شهادتك وما بين انت في هالمجتمع هذا شنو تخدم باش تعيش وتاكل خبز دونك هذه هي ملخص المسرحيه يعني المايسترو هو باش مايسترو باش يحكي بلغه شعب لغه شعبيه لغه بسيطه في عروسات شعبيه وخاصه شعبيه وتونسيه انا باش تفهم انت اي اون ميم طون فما لو كوتي زاد سونتيمونتال اللي باش يحكينا زاد من خلال السهريات اللي مشينا باش حكينا على الاستوار دامور نتاعو على الطفله اللي يحبها كيفاش يحب يخطبها وكيفاش يحب يعرس يعرس بها وكل شيء دونك فما دي زوبسيرفاسيون يوم ميم طون زاد فما نقولوا احنا خرافه فيها قصه يعني فيها ديبي في وسط وفما عقده وانفراج وحتى نوصل للنهايه نتاعها بيه بسام مش تحب تقول البسام هذاك اللي حكينا عليه من الاول بس هذاك اي كان انت تو شي قدام البسام هذاك بالضبط مش تحب تحكي معه قول تحب تبكيني انت عرفت لا والله لا بالعكس بسام انا هو خاطر فما برشا بسامات فما بسام المراهق بسام الشاب بسام الاستوديون بسام لامورو بسام فهمت دونك البسامات اللي فاتوا الكل الفيرسيون هذه جديدة اللي حاب تقولهم مرسي بوكو لأنكم كنتم كيفاش يقولوا فيها الصفحة هي اللي شكلت هذا الكتاب اليوم يعني أنت كيفاش تبدأ كتاب سميك يعني صفحة جويدة مع صفحة مع صفحة مع نهار مع نهارين مع ثلاثة مش توصل للعمر هذا واللي هو 35 ومازال يكبر الكتاب إن شاء الله كان ربي أعطانا ممدنا بالقوة بالحياة وزاد نحب نشكركم لأنكم كنتم دي شابيتر في هذا الكتاب الشابيتر الأول بسام أنا أنفان بسام كيفاش باري كيفاش يخزر مع بسام كيفاش يقرأ بسام كيفاش يلعب بسام كيفاش يعني بشوي بشوية اللي نتلقى روحك يعني نحب نشكرهم بسامات الكل ولا بسام هذاك القديم نحب نشكرهم لأنه أنا فرحان بالشيء اللي أنا راضي بالشيء اللي أنا فيه وفرحان وسعيد والله مش معناها سعيد معناها راني نعيش في الرخاء الحمد لله والله سعيد انا هكا بهالبدنة ذي بالفورمة ذي باللبسة ذي بالخشمة ذي بالواقع والله العظيم كنت سعيد وقابل روحي وراضي بروحي الحمد لله وشكر لله ألف حمد وشكر والله حبوا كلهم مرسي البسام البارح يشكر بسام اليوم يشكر بسام البارح حب أقول لكم مساء كان وصلتوا لنهاية الفيديو مرسي بوكو على وسع بالكم
سيكو بالحق حبيتوني وتحبوني وهذاك علاش تبعتوني للاخر. دونك ميرسي بوكو اللي سمعتوني وان شاء الله يا ربي كنت خفيف دل عليكم ان شاء الله يكون الى حد ما عجبكم الكلام اللي قلت ولا تبارطاجيوها معنا قولونا في الكومونتيرات اسكو بو بارطاجي نفس الفكره ولا لا. ونحب نشكر زادة اناوي اللي الحمد لله تو عرفت اناوي بالضبط. نحب نشكر اناوي على الاستضافه وعلى الحوار الراقي وعلى الاسئله الراقيه. تسمعوا اعلان حوار راقي. ميرسي بوكو. ميرسي بسام. ميرسي افو. عايشك بسام. ميرسي افو. خينا وين؟